الوحدة السادسة من الدرك الوطني تعود للبلاد قادمة من وسط إفريقيا بعد إكمال مهمتها ضمن قوات حفظ السلام الأممية في العاصمة بانجي. السيد محمد والشيخ محمد أحمد الغزواني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 ويستعرض مقاربته ورؤيته السياسية. في ملف النشرة تتابعون بيت الشعر عندما يلتقي المبدعون. أهلا بكم في تفاصيل نشرة الثامنة من الموريتانية، ونبدأها ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى فخامة السيد رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وقد جدد رئيس الجمهورية لنظيره البلغاري خلال هذه البرقية حرص بلادنا على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الصديقين. عادت سوال اليوم إلى نواكشوط الوحدة السادسة من الدرك الوطني قادمة من جمهورية وسط إفريقيا، حيث عملت منذ أزيد من سنة ضمن قوات حفظ السلام الأممية في العاصمة بانجي. وقد أكملت هذه الوحدة عملها تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية في هذا البلد الشقيق. هي طائرة تابعة للأسطول الجوي لهيئات الأمم المتحدة تحط على مدرج مطار تونسي الدولي، وعلى متنها وحدة من الدرك الوطني تعود إلى أرض الوطن بعد أن شاركت في مهمة حفظ السلام بجمهورية وسط إفريقيا. الوحدة السادسة من الدرك الوطني كان في استقبالها الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء حنان والهنون والسيدي، رفقتها اللواء الشيخ جالو قائد مكتب العمليات بقيادة أركان الدرك الوطني، وذلك بحضور عدد من قادة المكاتب والمديريات بأركان الدرك الوطني. الوحدة العائدة المكونة من 140 فردا ما بين ضباط وضباط صف ودركيين عملت طيلة سنة على حفظ الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات وتأمين مباني الهيئات الأممية والمقرات الحكومية، وكذلك الاستجابة لنداءات الإيقاظة والمساعدات الإنسانية من خلال التدخلات الطبية والفنية والدعم اللوجستي، سعيا إلى استتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد الإفريقي. وقد حظيت هذه الوحدة العائدة بعد انتهاء مأموريتها في العمل تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة أممية من أصحاب القبعات الزرقاء لحفظ السلام بعاصمة جمهورية وسط إفريقيا بانجي. حظيت بعدة توشيحات من قبلها الأمم المتحدة وبعثتها بجمهورية وسط إفريقيا تقديرا للدور الريادي الذي لعبته الوحدة في حفظ واستتباب الأمن والسلام في هذا البلد، وهو الدور الذي تميز بالاحترافية والمسؤولية والانضباط والمهنية تجسيدا لمنظومة القيم والمثل الأخلاقية الرفيعة التي يتحلى بها أفراد هذه الوحدة. أعلن السيد محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني مساء أمس ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019، وذلك خلال مهرجان حاشد بملعب شيخ أو البيدية وسط العاصمة نواكشوط. وخلال هذا المهرجان قدم المترشح قراءته لماضي وحاضر البلاد ورؤيته المستقبلية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أيها الموريتانيون، أيتها الموريتانيات، أيها الشعب الأبي الكريم، تستقبل بلادنا خلال أشهر معدودة استحقاقات مصيرية ستوفر الظروف المناسبة لنقاش جاد حول ما آل إليه البلد بعد 60 سنة من الاستقلال، وحول تصورات كل منا لما ينبغي أن يكون عليه في قابل الأيام. وقد تختلف آراؤنا وتتشعب رؤانا
حول تقييم كل مرحلة من مراحل نشوء الدولة الحديثة. أما أنا فلا أقول ولا يمكنني أن أقول إن كل من حكم البلاد كان مخطئا بالمرة، فلو كان الأمر كذلك ما كان لنا وطن يمتلك مقومات الدولة في اليوم. وبالمنطق نفسه لا أقول إنه كان مصيبا بالمطلق، إن لو كان الأمر كذلك ما كنا للحرم كامل الخلل ونواطن النقص التي هي في الواقع جزء من العمل البشري. لكنني أفترض فيهم جميعا حسن النية والوطنية، وأقول إنهم في فترات معينة وظروف معينة لا يتحكمون في أغلبها اجتهدوا فأصابوا في مواطن ولهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وأخطأوا في مواطن ولهم أجر الاجتهاد ولهم العذر بالنظر إلى فتراتهم وظروفهم والمحيط الذي تحركوا فيه. ما يجب الاعتراف به هو أن كل واحد منهم وضع لبنة ما بحجم ما لتشييد هذا الصرح الذي لا ينتهي العمل فيه، وأعني به إقامة دولة قوية تسعد مواطنيها وتدافع عن حوزتها الترابية وتحتل مكانتها بين الأمم. إلا أنني من باب الإنصاف أستطيع أن أقول وبكل موضوعية إن العشرية الأخيرة تميزت بفضل الروح الوطنية والرؤية الاستراتيجية لفخامة الأخ الرئيس محمد بن عبد العزيز. تميزت بإنجازات كبيرة تجلت من بين أمور أخرى في توطيد أركان الدولة وترسيخ الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وتبني بلادنا مكانة مرموقة بين الأمم، فضلا عن نهضة اقتصادية شاملة شكلت في مجملها نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرتنا التنموية. وبطبيعة الحال ما وصلنا إليه اليوم ليس نهاية المطاف، فما زال أمامنا الكثير مما ينبغي أن ننجزه، وما زال الطريق طويلا ومحفوفا بالتحديات والمخاطر. أيها الإخوة والأخوات، أيها الشعب الأبي الكريم، إيمانا مني بضرورة رفع التحديات الماثلة ومواجهة المخاطر المحدقة، قررت مستعينا بالله تعالى متكلا عليه قررت مستعينا بالله تعالى متكلا عليه الترشح لنيل ثقتكم في الانتخابات الرئاسية القادمة. آملا أن تمنحوني وإن لم أكن أفضلكم الفرصة لأخدم وطني وفي الرهن جسامة المسؤولية. وأتعهد وللعهد عندي معناه أن أوظف بصدق وجد وإخلاص ما من الله به علي من تربية وتكوين وتجربة وخبرة في مفاصل الدولة في سبيل معالجة مكامن الخلل وسد مواطن النقص أيا تكن، وتحقيق طموحنا المشروع في بناء مجتمع عصري يستند قوته من قيمه الإسلامية وأصالته
ويكفر لكل مواطن حقه في الحرية والمساواة والرفاه. وهنا لا أقف إلا عند المحاضن الكبرى على أن أفصل حين يقتضي المقام. ومن أجل ذلك سأعمل بحول الله على صون حوزتنا الترابية وتعزيز مكاسب الديمقراطية وتحصين الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية في إطار دولة المواطنة القائمة على القانون الغنية بتنوعها والمتصالحة مع ذاتها. وسأسعى إلى إرساء دبلوماسية نشطة فاعلة تحترم الثوابت وتوجهها مصلحة البلد وتستمد قوتها من تاريخنا جسرا للتواصل ونقطة التقاء بين شعوب منطقتنا. وسيكون ماثلا في مقدم اهتماماتي تكثيف الحظوظ لأي مكونة من شعبنا الغالي عرفت غبنا اجتماعيا أو اقتصاديا عبر تاريخها. وسنجد لا محالة بعون الله من تعدد الآليات لذلك ما يجعل كل مواطن من هؤلاء يشعر بالفخر والاعتزاز بانتمائه إلى هذا الوطن العزيز. وسأحرص على إحداث نهضة تنموية تحافظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وتضمن مزيدا من الانتقال إلى اقتصاد منتج مع مراعاة حفظ التناغم بين أبعادها الاجتماعية والاقتصادية بشكل ينعكس بطريقة إيجابية وفورية على تشغيل الشباب واليد العاطلة. وسيكون لإصلاح نظامنا التربوي نصيب وافر من اهتمامي سبيلا إلى الرفع من أدائه وملائمته لحاجيات التنمية في أفق التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي نحن مقبلون عليها. وسيحظى الشباب بما يستحقه من عناية ورعاية بتوفير الظروف الملائمة والأطر المناسبة التي تتيح تفتق مواهبه وتمكنه من مشاركة فعالة في بناء الوطن. كما سأعمل على أن تتبوأ المرأة مكانتها اللائقة في المجتمع وأن تطلع بدورها الفاعل في مسيرتنا التنموية. وفي كل الأحوال سيظل اهتمامي مصبا على تحقيق على حد الممكن من السعادة للمواطن الذي سأحرص كل الحرص على أن ينعم بالأمن والطمأنينة وأن يستفيد من خيرات بلده وأن تترجم آماله وتطلعاته إلى واقع معاش دون تمييز إلا ما كان إيجابيا للفئات التي سبقت الإشارة إليها. إخوتي أخواتي أيها الشعب الأبي الكريم، أدعوكم جميعا ونحن على أعتاب هذا الاستحقاق المهم إلى الالتفاف حول هذا المشروع في هبة وطنية صادقة حتى نصنع التحول المشروط. كما أدعو كل التشكيلات السياسية والمنظمات المهنية والشبابية والمجتمع المدني إلى الإسهام في إنجاحه والمشاركة الفاعلة في تنفيذه. وسيجد الجميع مني آلاما صاغية وعقلا منفتحا وصدرا رحبا في التعاطي مع كل فكرة بناءة ورأي وصين. بكم يكتمل النجاح وكلكم يستطيع المشاركة من موقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. عاشت موريتانيا آمنة مزدهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة وفي ملفها تتابعون
بيت الشعر عندما يلتقي المبدعون. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات المرابطون في نواكشوط وقائع المؤتمر العهد الثاني لحزب الاتحاد من اجل الجمهوريه تحت رئاسه رئيس الحزب الاستاذ سيدي محمد المحام. جرت وقائع انطلاقه المؤتمر بحضور الوزير الاول السيد محمد سالم البشير واعضاء الحكومه وممثل الحزب في الجمعيه الوطنيه ومناديب الحزب الى المؤتمر على امتداد التراب الوطني وقاده التشكيلات السياسيه الوطنيه وشمع من المدعوين. وقدم رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه خلال هذا الاجتماع استقالته واستقالة الهيئات الحزبية القائمة قبل أن يسلم القيادة لمكتب السن. وانتخب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد مؤتمره القادم برئاسة سيدنا علي محمد خونة وزير الوظيفة العمومية والتشغيل والعمل وعصرنة الإدارة. كما انتخب الحزب السيد محمد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن لتسيير الأمانة العامة خلال هذه الفترة. وشكر الأستاذ سيدي محمد المحم قبل ذلك في كلمة بالمناسبة كافة قيادات الحزب وجميع الرؤساء السابقين. أرحب أيضا ترحيبا خاصا معالي الأخ محمد بن الشيخ محمد أحمد بن الغزواني، وأهنئه على إعلان ترشحه، وأدعوكم إلى إصدار ملتمس من خلال أعمال مؤتمركم هذا بتبني ترشحه ودعمه ومساندته. الظرفية التي نمر بها اليوم هي ظرفية لأن نتأمل وأن نراجع ما حققنا خلال العشرية الماضية. لقد حققنا ما لم تستطع كل القيادات المتعاقبة على البلد تحقيقه خلال 50 سنة من الاستقلال وإلى اليوم، وهي أيضاً فرصة أن نثمن وأن ندعم وأن نشيد بالقيادة الرشيدة والراسخة والفعالة لفخامة الرئيس المؤسس الذي هو صاحب رؤية هذا المشروع وفكرته وأساسه من الأول الأخ محمد بن عبد العزيز، بقيادة التحول، بقيادة التناوب، بقيادة البلد إلى بر الأمان على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. احتضنت بلدية الرياض صباح اليوم أعمال ورشة تكوينية حول انطلاق مشروع جرين للتربية البيئية، وأهدف المشروع إلى تكوين 50 تلميذا من مدارس مقاطعة الرياض الابتدائية حول أهمية نظافة البيئة في الوسط المدرسي ونشر هذه الثقافة في المجتمع. إسهاما في تعزيز المنظومة البيئية في البلاد والحفاظ على نظافة الوسط البيئي، تأتي هذه الورشة التي تنظمها منظمة سيلفين باليت بالتعاون مع بلدية الرياض لإطلاق مشروع جرين للتربية البيئية، وهو مشروع يستهدف تكوين 50 تلميذا من أصل 5 مدارس ابتدائية على مستوى مقاطعة الرياض. باسم بلدية الرياض، باسم عمدتها ومجلسها البلدي، وباسم هيئات الإدارية للبلدية، نرحب بجميع شركائنا في التنمية، الشركاء الدوليين والشركاء المحليين، وأخص بالذكر منظمة سيلفين باليت على هذا الدعم السخي الذي يتمثل في تكوين 50 تلميذا من أصل 5 مدارس من مدارس الرياض حول بيئتي. رئيسة المنظمة السيدة أمينة تومنت بلال تحدثت في كلمتها عن أهمية إطلاق المشروع بهذه المقاطعة ودوره في تنمية الثقافة البيئية لدى التلاميذ وضمان المحافظة على نظافة المحيط المدرسي، وثمنت تعاون بلدية الرياض مع جهود هيئتها في هذا المجال. ممثلة السفارة الأمريكية في بلادنا أبرزت بدورها أهمية هذا المشروع في تطوير نظافة الوسط المدرسي وتنمية التربية البيئية، مؤكدة مواصلة تقديم الدعم لبلادنا بهذا الخصوص. بعد ذلك تم تقديم عروض حول محاور وأهداف المشروع سبيلا إلى نشر الوعي بين التلاميذ حول ضرورة المحافظة على نظافة الوسط البيئي خاصة في المدارس ضمانا لخلق بيئة صحية آمنة.
أطلق بيت الشعر نواكشوط النسخة الرابعة من مهرجان الشعر تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة. وتجسد هذه التظاهرة الثقافية قوة الروابط الثقافية بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة. الزميل محمد الأمين العبد الودود يستعرض الموضوع بشكل مفصل في سياق الملف التالي. الشعر ديوار العرب وذاكرة الحية والمتجددة. عبر الحقب كان قدر هذه الأرجاء أن يسكن الشعر وجدانها وتحيا في النفوس ذائقته الأدبية تستشهد به في تدريس المتون ويستعان به في شرح نوادر الكلم وعويص اللغة. امتزج الشعر بحياة الشناقطة حتى أصبح لقبهم الذي عرفوا به في أرجاء المشرق والمغرب، فاشتهروا ببلاد المليون شاعر. ولقوة العلاقة التاريخية ومتانة الروابط الثقافية بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جاء افتتاح بيت الشعر بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومعه ولدت باكورة صرح ثقافي جديد كان انطلاق نسخته الأولى عام 2015، وهو مهرجان الشعر الدولي في نواكشوط، والذي جاء اليوم افتتاح نسخته الرابعة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز. إن انطلاق هذه الدورة الرابعة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز تمثل العناية الكبيرة التي يوليها فخامته للثقافة الموريتانية عموماً وللشعر منها خصوصاً لمكانته في موريتانيا بلاد المليون شعر. وقد جسدت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد سالم البشير تلك العناية في برنامجها على أكثر من صعيد. لقد تم إنجاز مشاريع ثقافية كبرى، وأدرج العمل الثقافي في الاستراتيجيات الوطنية، وخصصت مبالغ كبيرة لدعم كافة الأعمال الثقافية، وأعيد الاعتبار للتراث الموريتاني من خلال مهرجان المدن القديمة السنوي الذي يعد أكبر التظاهرات الثقافية في البلد. كما تمت برمجة سنوية لطباعة مجموعة من الكتب الهامة، وإقامة مهرجان السنوي الذي ينظمه اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، والمهرجان الوطني السنوي للمسرح، وجوائز الشنقيط لإبداع السنوية، وغير ذلك من الإنجازات الثقافية التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة. أيها الحضور الكريم، إن العلاقات بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة قديمة ومتجددة ومثمرة على أكثر من صعيد، وليس افتتاح الدورة الرابعة من هذا المهرجان سوى نموذج منها، إلى جانب عدة مشاريع أخرى من المجال الثقافي دابت حكومة الشارقة على رعايتها. يعتبر مهرجان الشعر في نواكشوط فضاء تتلاقح فيه أفكار أدباء وشعراء وكتاب قصصيين. ولو أن الشعر نال النصيب الأوفر من الاهتمام، فتوالت النسخ الأربع الواحدة والأخرى من هذا المهرجان في ترجمة قوية للحراك الشعري في بلد يستنشق الشعر ويعشق سرد القوافي، وهو ما تجلى بوضوح في الدعم السخي لمهرجان الشعر العربي في نواكشوط من قبل دائرة الثقافة بحكومة الشارقة. المحفل المبارك أن نعبر عن مشاعر السعادة التي تغمرنا بوجودنا في هذا البلد العزيز في مناسبة تعبر عن أواصر الأخوة التي تجمع أبناء الوطن العربي من الخليج إلى المحيط، في ظل رعاية سامية من قبل فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز
رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث شملت هذه الرعاية تعزيز حضور اللغة العربية والشعر العربي وإبراز جواهر الأدب ورعاية المواهب الشابة وتقدير القامات الأدبية، الأمر الذي يؤكد على حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية على توطيد علاقات الأخوة فيما بينهما. وتأتي مبادرة تأسيس بيت الشعر في نواكشوط كنموذج لهذا التعاون الأخوي، حيث كان لبيت الشعر في نواكشوط نشاطه الثقافي المميز منذ افتتاحه في سبتمبر 2015، كما يأتي المهرجان الشعري السنوي للبيت مكللاً ومتوجاً لمسيرة من العطاء الأدبي خلال العام. وأتشرف في هذه المناسبة أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. ها هي الدورة الرابعة من مهرجان نواكشوط للشعر العربي، تنطلق محافظة على موعدها زماناً ومبدعة في أسلوبها وشكل انعقادها بفضل التخطيط والرعاية اللذين تحظى بهما أعمال بيوت الشعر العربي كافة. تنطلق هذه الدورة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تشريفاً وتثميناً لدور بيت الشعر نواكشوط، ذلك الدور الذي حرص على استمرار النشاط الثقافي كل أسبوعين بالإضافة إلى جمع الأدباء والشعراء والمثقفين والفنانين في هذه الفترة من كل سنة، وتوثيق أعمالهم ونشرها وضمان التواصل بينهم خدمة للشعر العربي ولغته. أيها الحضور الكريم، لقد كان للمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لافتتاح بيوت الشعر في المدن العربية مفعول إيجابي في إعادة الحياة إلى هذا الفن ولغته عن طريق دعم المبدعين مادياً ومعنوياً وخلق الآلية الكفيلة بالتواصل بينهم فيما يخدم العلاقات بين الشعب العربي الواحد والانفتاح الخلاق على مختلف الثقافات واللغات. توالت السهرات والندوات التي عرفت تكريم كبار الشعراء من عدة أجيال للقصيدة الموريتانية، ناهيك عن الإلقاءات الشعرية طيلة أيام وليالي المهرجان، بالإضافة إلى تقديم دراسات نقدية ورؤى أكاديمية للتقييم والإشادة بالمشهد الشعري في نواكشوط. لقد اختار القيمون على بيت الشعر في نواكشوط أن تكون أيام وليالي مهرجان الشعر منصة تستقطب الشعراء من الشباب والنساء سوية، وهو ما عكس الذائقة الشعرية وأبرز التنوع في المنتوج الشعري إقراضاً وسبكاً. وقد كان المهرجان مناسبة للإعلان عن إصدارات شعرية جديدة لبعض الشعراء الشباب الذين وقعوا دواوينهم وسط حضور قوي لكبار الشعراء والأدباء والمثقفين. الديوان الذي تم توقيعه اليوم هو ديوان إيقاع غجري، هو أول ديوان يتم نشره بالنسبة لي. الديوان صادر عن دائرة الثقافة والتراث بالشارقة، يدخل في إطار النشاطات الثقافية خصوصا النشرية منها التي تقوم بها دائرة الثقافة والتراث بالتعاون مع مؤسسة بيت الشعر نواكشوط. الديوان يقع في الحجم المتوسط لم نقل الصغير، يحتوي أكثر من 30 نصا أدبيا، به أيضا تقديم نقدي إن صح التعبير للدكتور الديو اللادبي. الديوان بالنسبة لي هو ديوان شيء ما قديم، لأن كل القصائد التي يحتويها هي قصائد كتبت ما قبل 2016. عنوان الديوان عراجين القلق الأولى، وهو منشور في دائرة الثقافة بالشارقة. هذا هو الديوان الثاني بالنسبة إلي بعد الديوان الذي نشرته سابقا وهو أرغفة السماء. الديوان ينتمي إلى جو نفسي واحد، وفنيا أيضا وجماليا
ينتمي إلى فضاء واحد، بمعنى أنه كتب في حيز زمني تقريبا 10 سنوات، فأقدمه كتجربة أتمنى أن تقرأ في سياقاتها التي كتبت فيها، وأتمنى أيضا أن يحظى بما أعتقد أنه يستحقه من اهتمام، سواء كان قبولا أو رفضا. فأهمية العمل الذي يصدر هو ما يثيره من جدل وما يثيره من حوارات على هامشه، تثري الهامش وربما تصبح هي النص. اختتمت النسخة 4 من مهرجان الشعر في نواكشوط بعد أن قدمت خلالها 10 النصوص الشعرية لمختلف الأعمار، تعددت المدارس الشعرية والرؤى النقدية، كما تم خلال المهرجان تنظيم ندوات تناولت مواضيع تتعلق بالتعريف بالقصيدة الموريتانية ومراحل تطور الشعر في هذه الأرجاء، ليبقى مهرجان الشعر موعدا معه يتجدد الأمل في تقديم أفضل النصوص ونشر أهم الدواوين، ليساهم كل ذلك في الحركة الأدبية والشعرية ببلاد المليون شاعر. شكرا لزميل محمد جميل العبد ودود. نشرة انتهت، للتذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الوحدة 6 من الدرك الوطني تعود إلى البلاد قادمة من وسط إفريقيا بعد إكمال مهمة ضمن قوات حفظ السلام الأممية في العاصمة بانجي. السيد محمد الشيخ محمد أحمد للغزواني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 ويستعرض مقاربته ورؤيته السياسية. في ملف النشرة تابعتم بيت الشعر عندما يلتقي المبدعون. ختاما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية مني ومن باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله. محييهم وحييهم كاملين.